السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء منتديات الصيد. النهاردة هنتكلم عن الجزء الثالث من موضوع فك الإسكوب. وأنا عايز أقول لكم إن أنا دورت على شعار يكون جيد لصامولة الإسكوب، وبصراحة أنا لقيت إن أفضل شيء وعلى ما أظن يعني إن هو كان رفيع، شعر سلك الكهرباء. وبالفعل انا كنت عملت منه واحد، ولكن للاسف بعد ما ركبته اتضح لي ان هو تخين جدا، وخصوصا بعد ما عدسة العين ركبتها على الاسكوب اتضح لي فعلا ان السلك اتضح ان هو تخين وبيحجب عني جزء كبير جدا اثناء الصيد، وخصوصا على الطيور البعيده. ما بقدرش احدد فين المكان اللي انا عايز اضع فيه بالظبط، وعلشان كده انا فكرت ان انا اركب شعار ارفع، ولكن ما جاتليش الفكره الا بالصدفه لما الهيدفون الخاص بالموبايل بتاعي في سماعه منه عطلت، فحاولت ان انا اعرف العطل منين، ووجدت ان السلك الموجود في الهيدفون رفيع جدا جدا جدا، وده اللي عجبني. وعلى طول من غير تفكير انا قصيت سلك الهيدفون واستغنيت عنه في سبيل ان انا اصلح الاسكوب. بصراحة انا كنت مصور فيديو قبل ده مباشرة، وكان صعب عليا ان انا الحم السلك في الصامولة لان وجدت ايه صعوبة، ولكن لحمت جزء ولسه متبقي الشعار الاخر او الفرد الثانية من الشعار. طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن المعدات اللي احنا هنستخدمها، وهي عبارة عن كاوية لحام ومساعد لحام، والمساعد ده هو للتنظيف ويساعد القصدير على اللحام، وجبنا برضو قصدير اللي هنلحم بيه، واحتاجنا قطر لتنظيف السلاح الكاوية، وهو طبعا يفضل لو فيه صنفرة، وجبنا قصافة قصينا بيها قطع صغيرة من القصدير عشان نلحم بيه، وطبعا جفت لزوم الشيء، وجبنا كمان كلابة. ودي الجزء اللي انا استخدمته في الفيديو اللي قبلنا السابق علشان نثبت بيه الصامولة. واحنا فعلا جينا ركبت الشعار الاولاني او السلك الاولاني للشعار، وبس حبيت ان انا اوضح الاول فرق سمك السلك بتاع الكهرباء وسلك الهيدفون. احنا دلوقتي هنشوف من غير عدسة العين بتاعت الاسكوب فرق السلك التخين ده، هو شعرة من سلك الكهرباء، هو أساسا سلك رفيع جدا، والشعرة اللي جنبه رفيعة دي هي شعرة من سلك الهيدفون. هنجيب دلوقتي عدسة العين ونوريكم الفرق. أدي عدسة العين بتاعت الاسكوب، وهنجيب السلك ونشوف يا رب يبقى ظاهر. كده بيتهيألي ظاهر، ودي المسافة ما بين الشعار وما بين عدسة العين، واحنا طبعا كده ايه شايفين الفرق. طيب احنا دلوقتي بقى ايه، طالما ركبنا الجزء الاول هنيجي ونركب الجزء الثاني. انا الجزء الثاني ونسيت اقول لكم برضو ان انا محتاج كشاف عشان خاطر نلحم بيه. وادي الهيدفون والسلك اللي ظاهر منه، وادي سماعة، ادي ده عدد من السلوك رفيعة راكبة على بعضها للسماعة. انا هاخد منها فردة سلك واحدة بس، انا فكيت واحدة دلوقتي وبصراحة مش عارف، نظري مش جايبها، فحاول ان انا
في كشاف هنا كده بلبسه أثناء الشغل عشان نقدر نشوف. وادي جبنا سلك رفيع جدا، وللأسف من كتر ما هي دقيقة جدا بتتقطع معايا لما باجي اطلعها. وادي واحدة، هنيجي بقى نركبها ونلحمها. احاول ان انا اتنيها رايتها في المجرى بتاعتها وامسكها من الجهة الاخرى، يعني لازم تبقى طويلة عشان اقدر امسكها من الناحية التانية. انا طبعا بتعامل معاها بحرص شديد انا كده ثبتت جزء، وهاخد مساعد اللحام واحطه في المكان اللي انا هلحم فيه. وبعد كده هاخد جزء من التصدير المفروض يبقى جزء صغير جدا، كده رحمت الجزء الأول من الشعر التاني، وهنبتدي ألحم الجزء التاني من الشعر. طيب أنا عاوز في المرة الأولانية أنا مسكت بإيديا، المرة دي أنا لازم أمسك Thank you.
بالكلابة. من هنا انا احاول مرة تانية بقى ايه وبكده أكون عملت الكروس. باجي بالمقص بقص الأطراف الزيادة وكده اكون عملت الكروس اذا كان واضح. نجيبه برضو هنا نوضح اكتر. وأرجو أن يكون الفيديو واضح. وبكده يبقى خلصنا الجزء الثالث، وإن شاء الله في الجزء الرابع هنوريكم إزاي بيركب ونقفل إن شاء الله الإسكوب. ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى أن نلتقي إن شاء الله في الجزء الرابع. السلام عليكم.